ازيكم؟ طبعا اليومين دول انا بسجل الكتاب بتاعي، وهو ده اللي انا بحطه لكم كل يوم. فاحنا شغالين اليوم بيومه، بس حسيت اني بقالي كتير قوي ما كلمتكوش وجها لوجه، وفي ناس جميلة منكم بعتت لي انتي فين، ليه ما بتعمليش الفيديوهات بتاعتك؟ فمعلش انا يعني انا بحاول يعني اوازن ما بين الشغل والمتطلبات والبيت، وبعدين قلت لكم ان انا ابتديت اعمل كتاب تاني، فانا شغالة فيه وحاجات كتير قوي. بس في فيديو يوميا بينزل، اليومين دول بسجل الكتاب الاولاني بتاعي طفولة بلا زوابع، وبتسمعوه يعني حتة حتة. فيعني معلش إذا كنت مقصرة إن أنا ما بعملش فيديوهات، بس على الأقل مش سايباكوا خالص ومش ناسياكوا خالص. ما فيش موضوع محدد في دماغي، أنا بس حبيت فعلا فعلا إن أنا أسلم عليكم، لأن في منكم ناس كتيرة قوي بقوا أصحاب وأصدقاء، وبنتواصل مع بعض وبيبعتوا لي كلام لطيف. الأمر ما عادش مجرد إن لما يعني واحدة فيكم أو واحد فيكم بيحس بمشكلة خليني أبعت لها أشوف هتقولي إيه، وده شيء بيسعدني جدا جدا. طبعا إلى جانب الأصدقاء اللي إحنا عملناهم على مر السنين، سواء كانوا زمايلنا، سواء كانوا أصحابنا، سواء كانوا جيراننا، سواء يعني الحياة بتحط في طريقنا ناس جميلة قوي قوي قوي، وبرضو ناس وحشة، ومش غلط. خلينا نتمسك بالناس الجميلة اللي موجودة في حياتنا، والناس اللي مش قد كده نسيبهم خلاص. يعني ما مش هنلزق في بعض. يعني احنا دايما اقول احنا مش شجر، احنا عندنا الحرية والقدرة ان احنا نختار في حياتنا اختيارات كتيرة قوي قوي قوي، من ضمنها الناس اللي يكون ليها وجود في حياتنا. أصل وجود حد، شخص في حياتنا ده امتياز، ده مش مجرد إن حاجة كده وخلاص، أي حد يدخل حياتي وخلاص، لأ ده امتياز. ولازم اللي يكون متواجد في حياتي يكون يستحق هذا الامتياز. فبدون يعني نقاش، بدون أي تشكيك، أنتوا تستحقوا إن أنتوا تكونوا موجودين في حياتي، لأن أنتم فتحتوا لي قلوبكم، فتحتوا لي حياتكم. ويعني بحب قوي 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 إني أتواصل معاكم رجالة وستات، وحتى شابات وشباب صغيرين، واتعلمت منكم كتير قوي حاجات كتير. فده يعني فيديو صغير سريع بقول لكم فيه أنا متشكرة جدا جدا على وجودكم، أنا متشكرة جدا جدا على صداقتكم، أنا متشكرة جدا على المسجز اللي بتقولي انتي فين، ما عدتيش بتعملي فيديوهات ليه؟ لا ما أنا بعمل وببعت لكم الحاجات دي يعني. فمعلش يعني إذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. دلوقتي أسيبكم نروح نكمل أشغالنا. أرجو إن أنتوا تكونوا متابعين الكتاب. الكتاب عايزة أقول تاني إنه مش للستات وبس، ده للستات وللرجالة، وهيكون مفيد جدا جدا. لأن أنا لما كنت بكتبه كنت بتكلم كتير قوي عن تجربتي أنا وزوجي، ففي انعكاس كتير قوي كبير قوي لدور الرجل في حياة أسرته وفي حياة أطفاله. وأحب جدا جدا إن انتوا تقولوا لي رأيكم. أشوفكم قريب إن شاء الله.